يقول: ما حكم أكل القات والشمة؟ نرجو بيان حكمها في الشرع. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالأكل يكون من الطيبات، وأما القات والشمة والدخان والأشياء هذه محرمات وخبائث، لا يجوز للإنسان يأكل منها.